كان الرئيس السيسي قد عقد جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس السنغالي ماكي سال، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. ورحب الرئيس السيسي بالرئيس السنغالي في مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك بين البلدين. وقد استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الرئيس السنغالي ماكي سال، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة. عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.